السلام عليكم في فيديو ديولي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى بلاك تكونوا لاباس وبخير. ماما شت اسرع. المهم سمح لي البنات، غبرت عليكم بزاف، غبرت على القناه ديالي دابا 3 شهور جايه 3 شهور ما حطيت لكم حتى شي فيديو. سمحوا لي الكبيدات وان شاء الله هاني رجعت لكم، ونتمنى انكم تشجعوني كيف في الاول وتخليوا لي الكومونتيرات ديالكم زوينين. كنستسمح منكم عاوتاني حيت صراحة بزاف بزاف لي ميساج لي كيوصلوني، سلمى في راكيش على الفلوقات. المهم هنا رجعت ليكم، شكرا على الغزالة ديالي. سمحوا لي ربط لي يدي، سمحوا لي البنات غبرت عليكم. المهم انا قلت لكم كاميرا نوريكم اش كندير دابا، انا كنطيب في المسمن، نوريكم السمن ديالي كيفاش جا هنا ان شاء الله، ونوريكم الكوزينه ديالي الجديده كما كتشوفوا. المهم ها هي دابا هاد الكاري تعجبني ديال التصوير، نوريكم بحال هكا. المهم البنات هذه هي الكوزينه ديالي. المهم البنات اللي غادي يسولني فين راني، المهم البنات راني في مدينه بوعرفه، جينا نشوفوا انا وخالتي وبنتي، جينا نشوفوا راجلي ونشوفوا كيفاش الاجواء هنا في بوعرفه، ونزوروا مدينه اخرى جديده. المهم ما ساكنينش معاه يعني للابد، يعني كما ميدلت سكنا فيها 3 سنين. البنات هنايا جينا غير واحد ان شاء الله شهر شهر ونص ونمشيو فحالنا. كما كتعرفوا الواحد كيكون بوحدو نجيو نتهرب شويه هنا في بوعرفه. المهم دابا جينا قولوا راه جاي دابا 25 يوم باش رحنا هنا في بوعرفه. المهم ناس بوعرفه الله يعمرها دار الصحراء الشرقيه، راك تنظروا نشكرها لكم. المهم صراحه المدينه زوينه، مدينه نقيه فيها الهدوء، مدينه كترتاحي فيها نفسيا وكيما نقولوا حنا نفسيا وجسديا والله البنات. المهم الناس بوعرفه يهبطوا في الكومونتير ويقولوا لي واش بصح ولا ماشي بصح. المهم البنات نقول لكم كاميرا تشوفوا السم اللي راه يدير، ها هو غادي نقول لكم تشوفوه، ونقول لكم يعني نزيد نفهمكم اكثر على جينا وامتى وفوقاش نمشيو. وسمحوا لي البنات غبرت عليكم والله، نتمنى انكم تحطوا لي واحد اللايك وتشجعوا اختكم باش حتى انا نولي في الحماس ديالي ونرجع لكم ان شاء الله بقوه. يلا خليكم معايا لغزالات. غزالات ديالي هذه هي الكوزينه ديالي، بغيت نوريها لكم. المهم الكرتونه راني حيدها البنات، كل مره كندير وحده، عندي واحد طبعه الكرتونه ديال راجلي كنعرف فيها الرحيل ديالو، كل مره كنحط وحده راكم عارفين البنات، غير كنديباني كندير على حساب هذه باش تسخن ليا مزيان. راكم عارفين البرد في هنا في بوعرفه راه السم راه بحال ميدلت، وراه كنطحت هنا الثلج راه الناس بوعرفه يقولوها. المهم حاطه هذه هنا. المهم هادي كنت كنشرب القهوه، قلتوا لي قولوا لي شربت القهوه قبل المسمن؟ اييه البنات راه شربت انا واحد، نوريكم الماركه، نوريكم غير لاخر بلا نوريكم مارك. هادي البنات كتعجبني وكتعجبنا البنات، هادي اسطا. المهم هاد الجوج كيعجبوني. المهم البنات هاد الاله العجيبه ديال 300 ريال ولا 260، المهم في بن سليمان وبركان كيدير 260 هنا مع الترونسبور عندهم وداكشي، خديتها ب 300 ريال راها زوينه البنات. وهادي شوف يعني عندها هنا كتبركي على هاد البوطونه كتبقى بوحدها دايزه، ماشي بحال الاخرين العاديين كنا كنبقاو باركين هنا باش كتخدم. هادي هادي لا كتلقيها وكتبقى شفتو كدير ديك الرغوه. هانتوما يلا بديت وهي بدات الرغوة الدهر. المهم كتوطيو هنا كتطفى شو هنا البنات. كنت خديت واحد الكيكه، واحد طرف الكيكه مع قهوه، واحد طرف صغيور هادي كنت عطيتها لبنتي ما بغاتش. هادي الحلوه سكر كلاص كنت درتها. ايوا البنات هذا هو المسمن، ها هو جا زوينه مقرمله. ها هي هنايا عندي هنايا واحد الملويه، شوفوا بنتي راه مع واحد الكرتونه هنايا. المهم انت المهم انت عارفه الجباده. المهم انا غادي نقلب. المهم البنات راكم عارفين غير كاردي باني وكاينه غير بوطه صغيره، بوطه ديال جوج دايره هنا، كان داك السني كان نقرص فيه الخبز. المهم كاينه كوكوطه صغيره كان عطاتها ليا ماما حيت عارفكم عارفين دركن هو اللي قريب، حتى حاجه ما جبتها بن سليمان. هنا هاد الشبيكه، هاد البطاطا غادي نلوحها، نلوحها البنات حاشاكم. هنايا لقيتوني كنقرا في ديك المسمنه، حتى ديك الملويه دابا نوريها لكم. هذا البكيك خصني نخلطو يمكن في هاد السمينه باش ما يبقاش. المهم راه البنات انا داك الشيء كامل السلعه راه دايره في البطاجي، شفتو كيف راه تكون كوزينه خويت دقيق دايره تحت البوطاجي صافي. ما عنديش لي طاس، ما عنديش داكشي السباكيتي، داكشي الزيت الدقيق عفوا لي طاس. المهم داكشي العدس دوبيا كلشي البنات دايره هنا في البوطاجي. ايوا
بنات نقدو باش نعطى الله اللي هي سند الحياة. كندير هذا شوية الزبدة هذه شوية مطيبة. إذا ندير نتبو أرفع ندير نتبو أرفع زوينة ولا ماشي زوينة؟ زين ياك زوينة صالحة البنات والله إلا واعرة راه كنت تشوف اللبس من لا انا راني نزرع لا بو غير قلت لك زوينه والله الا صراحه البنات انا بغيت نفوش هنا شويه واه اي مدينه مشينا لها كتكون زوينه ولكن ما حد كنتشوفوا حنا نقول لكم انا هي اللي زينه من هي شنو اللي خايبه شنو اللي شي خايبه عاد بنادم هنايا بصحتي فاطمه مرضيه هي خاصي فاطمه ما عزيتش عليها البروده علاش ما عندهاش زيت في رجليها ما كتستحملش البروده فهمتوا انتو ما مسمن شوها كنبان لك الثانيه وا ماما اسراء واحد الكرتونه كتلعب بيها فيها القيبه كتبقى تطلبيها الجهه الاخرى كتحب لها شي حاجه دايره اجا ماما اج اج قولي للبنات السلام وديروا لايك لمامي اج هنا البنات المنيا حبيت نوريها لكم سخلي هذا ما نقدرش ندير فيهم الزيت بصح ها هي حتي نسربيت ايوا المهم البنات هنا راح نورينا وريتكم هذا الفيديو راه كان ديفاني وان شاء الله اللي بغينا نوري لهم ديال الصور كنضر فيه شي دوره المهم هي راه كبيره ماشي صغيره غندير فيها واحد نروح جوج فيديوهات هكاك نوريها لكم شوفوا ايه صح شوفوا في الرهبات شوفوا في الرهبات هادي في كرتون الشو ايوا المهم داخلكم معايا حتى ان شاء الله نوجد اتاي المهم الفيديو غادي يكون زير البنات شاركت معكم غير علاش هبت وفي راني وكلش ان شاء الله جايين فيديوهات اخرين نتمنى الكاليتي التصوير تكون في المستوى راني دايره ديك المهم خديتها ما وريتهاش لكم باش تقولوا لي يمكن رجعت غير حيت خديتيها المهم هي خديتها ديك اللي كنصوروا بيها شو ودابا ما كتبانش المهم راه تحرقت لي هنا البوله ودرتها تما قلت زعما غادي ندي معكم بفيديو ايوا ما كتبش يعني شحال هذا دابا شي شهر مزبوط غندير لكم فيديو لي روتين وكلش بارطاج المهم دابا راني تفرقات ليا وقت ندير فالي بيها وقت الوقت كنصور بيها غنوريكم ديك الهدية لي قلت ليكم المسمن ديال لال لا يسرى المهم يا غادي يقول لي واش النويره فيه الزيت ولا اخر شوفوا راه ما دايره حتى نقطه الزيت كنطيبها لها بحال الخبز مازال هنايا المنويه ديال يا الراجل هو اللي كيبغي هذا النوع حنا يمكن ميكون زعما ما كنديرش الريجيم كنت ناكل الاخرى هذا العادي بسم الله العادي هذا هو اللي كيحمر هو من دابا درت له الجيم هذا سمي لا من هنا في سالا طماطم شي تقطع خاصك فاطمه تدي لي الزيت حداك ندير شويه لهاد المنويه ياك هذا يقولوا له منوي منوي ولا لا رزيزه لا هذا المنوي ديك رزيزه ياك ها البنات راه دابا كنفكر هذا راه رزيزه حيت درت لها داك القطعه بديك القطعه ديك ديال البيتزا البلاتي نقطع بها البيتزا هي باش راني درت لها داك الشربات رقاق وجمعتها ودهنتها بالزيت وخليتها ترتاح ديت كمان نكرص فيها بحال هكا حيت البنات حنا في الشوق ما كنديروش غير في الغرب اللي كيكون راجلي بغاها انا يلاه دابا كنركز قلت هذا كيتسمى رزيزه اولا رزه القاضي ولا شي يقولوا لي درتها شويه الزيت غير داك الكل جات دايره ديال الاسراء ممنوع الزيت ممنوع الحلاوه الحلاوه الا عطيتها ليها راه شي حاجه الا عطيتها شي بيمو ولا شي حاجه راه كتفرح مسكينه وما كنجيبوش بزاف الدار ملي ديك رجل ما غاديش نجيب بيمو بزاف ما راناش نعطيه لها يعني المهم ريحه المسمن كتقلب لنا البنات والله شكون بحالي المهم قلت لكم ما راناش نعطيها الحلاوه ما راناش نعطيها الملح بزاف الماكله ديالها حتى نقص لها الملح حنا دابا راني دايره لها الماكله اللي تغدات بيها راه باقي شويه راه الا بغات زعما جا الجوع هذيك المرة كنعطيها ليها في الليله البنات كندير لها واحد الفرد ديال السباكيت انا نوري ليكم جاتو معايا هنا نوري ليكم
ديال السباغيتي كندير لها يا مع الحليب هي كندير لها كنقلبها وكندير لها مع هاد الفرماج كتاكلوا هاد النوع كتاكلوا ديال راكم عارف ديال كتمشي 5 صحاب 5 دراهم كيكون ديال 10 دراهم سمحوا لي البنات ديال الدنيا قلت لكم كناخذ لها هذه اللي فيها الارقام بها كنتعلم ارقام وبها ملي كنبدلها كنبقى نقولها على الفابي ا بي سي دي داكشي وبها هذه كتعجبها كنديرها معها جوج فرماجات كندير معاكم ليها مع داك لي بات كتاكلهم كيعجبوها المهم كبيدة تولي هنايا كنكون ان شاء الله وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى الفيديو ديالي يكون نال اعجابكم ما تنسوش تدعموني بلايك وابوني تشتركوا ان شاء الله في القناة وان شاء الله باش تزيدوا تشجعوني على الفيديو المهم خرجت هنا للاكوا باش نتنفس خنقتني ريحة المسمن المهم بعدتهم ياكلوا باش ما نتشهاش وما نذوقش خرجت هنا المهم الجو زين هاد العشية ماشي شي برد يعني اللي قاسح ولكن في الليل راه واحد السم خطير خطير المهم تهلاو في ريوسكم فيديو جاي ان شاء الله استناوني عما قريب باي باي